تتواصل منافسات هذا الصباح وانطلاقة شوطنا الخامس بتعداد أشواط هذا اليوم، وانطلاقاتنا لليوم مخصصة لسن الحقائق، وهذا الشوط مخصص لفئة البكار ومنافسات وانطلاقات أشواط السرعة. لنتابع هذه الانطلاقة مع المركز الأول، تقدم الظبي حمد بن مبارك بن ضعيف النابت المري، مقدما لنا الظبي على أول المراكز تحمل الرقم واحد وتتواجد على المركز رقم واحد بانطلاقة الظبي الفلا رمز العطا متواجدة على الصدارة. نقلة مباشرة إلى المركز الثاني، لو تابع العزرة سعد بن سالم بن حمد النعيمي على ثاني التحديات، ثالث المراكز كيان أحمد بن مانع بن دواس العجمي، المركز الرابع تقدم الظفرة حمد بن عقاب الرمال الشمري، والمركز الخامس من تسللت وانطلقت إلى ثالث المراكز تواجد سيلة خليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية إلى ثالث المراكز، تنطلق مع منافسة الأسماء الخمسة الأولى. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة المتقدمة والخماسية الماسية ليعود إلى الصدارة، ليستجد النداء مع نداء جديد، ليتابع الظبي من تتواجد على المركز الأول. أحد أيضا الشعارات الخطيرة التي تمثل أبناء الشحنية بالانطلاقات وأيضا بتسجيل النقاط المتقدمة، شعار بن الضعيف، شعار بن الضعيف يتواجد مع أول المراكز بانطلاقة الظبي حمد بن مبارك بن الضعيف النابت المري، يمن النفس بانتزاع المركز الأول وأول المراكز بتقدم الظبي المنطلقة والقائدة لمجريات هذا الشوط مع أول المراكز. المركز الثاني التقدم من العزرة سعد بن سالم بن حمد الهول النعيمي مع ثاني التحديات، أيضا أحد شعارات أبناء شحانية متواجد ومنطلق على ثاني التحديات، ثالث المراكز شعار أيضا العطية تواجد مع انطلاقة عسيلة وخليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية تواجد شعار مع ثالث التحديات ومع مثلث الناموس الذي يضم بأقطاب الثلاثة هذه الشعارات الكبيرة وممثلين لأبناء الشحانية. المركز الرابع أبناء الكويت أبناء ميدان الشهيد متواجدين بانطلاقة وتقدم كيان المتواجدة بهذا الرقص الجميل على أرضية هذا الميدان، متواجدة كيان وحامل شعر أحمد بن مانع بن دواس العامر على ثالث أو على رابع المراكز، لتتابع مسيرتها، لتتابع انطلاقتها بالإنجازات الحافلة لهذا الشعار ولصالح هذا الشعار. المركز الخامس قدوم من قبل جميلة، وصلت جميلة على خامس التحديات، جميلة الجميلات ناصر بن سعود بن حمود بن شافي الشافي، وحصل تغيير على المركز الخامس من قبل غناوي حمد بن ناصر بن محمد بن شابل المري، ينطلق بهذا الشعار الحامل للنجمة البيضاء لأيضا انطلاقته مع الأسماء الخمسة المتقدمة. بدأت الشعارات تظهر بهذه اللحظات، حلوت المنافسة، الظبي الظبي هنالك شعار العطية غير مجريات هذا الشوط مع عسيلة من افتتحت الكيلومتر الأخير لتنطلق بمسيرتها إلى الصدارة إلى مقدمة هذا الشوط إلى الناموس وإلى التتويج. عسيلة 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 الخطيرة بانطلاقاتها المتميزة في هذا الشوط، خليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية وبن شابل يحمل الرقم اثنين ويتقدم شعار على المركز الثاني بتواجد غناوي، الله يا غناوي، حمد بن ناصر بن محمد بن شابل يقدم لنا غناوي من بدأت تتسلل إلى ثاني التحديات لتكون هي المنافسة القوية لانطلاقة هذا الشوط مع انطلاقة عسيلة ومع شعار أيضا بن شابل وشعار العطية، منافسة ثنائية، حوار ثنائي يتحدث أيضا عن المنافسة الكبيرة وعنوانها هو الناموس، الناموس والتتويج من قبل انطلاقة عسيلة
وتقدم غناوي، غناوي وحسيلة، اللحظات الأخيرة غناوي وحسيلة، حسيلة ما زالت مسيطرة على ناموس هذا الشوط، منطلقة بشعار العطية على أول المراكز مع شعار خليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله. العطية ليتميز هذا الشعار رياض الصباح، ليتميز في هذه الانطلاقة. سلام وتحية واحترام لمالك حسيلة ولمالك هذا الشعار خليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله، يعطيها على هذا الفوز المستحق على المراكز. غناوي الحمد بن ناصر بن شاول المري المركز الثالث، كان الوصول من قبل شكري ناجي مسفر الرزق العجمي المركز الرابع، وصل المشاهدين الكرام ظن لمحمد بن حمد بن صالح بن سعد النابط. خامس المراكز كان الوصول من قبل غاية لمحمد بن سلمان بن صالح المغيري. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء نذهب إلى التوقيت الزمني لحصول أسئلة خط النهائي معلن تفوز بالناموس 6:20. التهاني والتبريكات لمالك أسيلة خليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية. المركز الثاني وسط غناوي 6:22. كان عاجز من الثاني، الثاني التبريكات حمد بن ناصر بن محمد بن شاب المري. ثالث المراكز وصلت الشكلة توقيتها الزمن 6:25:24. الثاني التبريكات لمالك الشكلة ناجي بن مسفر بن صالح الرزق العالي.